السلام عليكم. ان شاء الله بهذا الفيديو راح نكمل شرح تشابتر 2. راح نحكي ان شاء الله في هذا الفيديو عن اليونيفورم سيريز انفولفينج الاف جيفن اي او اي جيفن اف. يعني هون نختص اذا كان عندي دفعات فيوتشر او انوال. مثل ما بنعرف في المحاضره الماضيه اخذنا بي جيفن اي او اي جيفن بي، وكان اهم ترك عندنا انه دائما البريزنت بيكون قبل بسنه من اول دفعه، وبنسكن نستعمل اما الجداول او القوانين عشان نحل المسائل. طيب هسه بخصوص الفيوتشر، الفيوتشر عاده بيكون عند اخر دفعه، يعني لا قبل بسنه ولا بعد بسنه. يعني هون الفيوتشر بلاحظ انه الانوال عندي 1 2 3 4 5، فالفيوتشر تبعتي اللي بتستعمل الفاكتورز بتكون عند اخر سنه بالضبط. بس هي كل فكره سواء كانت جيفن او بدك تحسب. هاي هون نفس الشيء، هون انت بدك تحسب الاف. على فرض انه الاي جيفن استعملت الفاكتور، الاف تبعتي بتكون عند السنه الاخيره. هون نفس الشيء، الاي بدي اياها، الاف اللي بدي استعملها. هاي توضح لنا بالمثال. انا اندستريال انجينير ميد ا موديفيكيشن تو اتشيف مانيفاكتشرنج بروسيس ذات ويل سيف هير كومباني 10000 بارير. حكينا دائما بارير ووحده فلوس بتكون اي، معطيني الاي 10000، معطيني الانترست ريت 8%. How much will saving amount in to end 7 years؟ يعني قديش بده يضل يسيف لحد السنة السابعة؟ يعني بده السنة السابعة كم المبلغ عنده؟ فالآن سبعة، وشو المطلوب مني؟ الأف مباشرة. لو رسمت أنا الكاش فلو دايجرام، هاي سنة صفر، هاي سنة واحد، هاي سنة اثنين لحد سنة سبعة، راح يكون عندي saving للموني، يعني سهم لفوق متساوي بمقدار 10000 بارير دولار بارير. فبالتالي لو انا بدي الفيوتشر عند سبعه مباشره، شو بحكي؟ بطبق الفاكتور مباشره، لانه احنا بنعرف فاكتور الفيوتشر بيعطينا عند اخر دفعه. فبالتالي بحكي الاف شو بتساوي؟ الاي اللي معي اللي هي ال 10000 مضروبه في الفاكتور اللي هو اف جيفن اي، الاي تبعته 10% 8%، والان هي 7 سنوات. كمل ايه 10000، كمل فاكتور، نروح على الجدول او منطبق القانون. هسه بنحكي عن القانون، نروح على الجدول. نسبة 8% اف جيفن اي، هاي الاف جيفن اي 7 سنوات، هاي بضرب ال 10000 8.9، اكيد بتطلع 89000. هاي بتطلع هذا الجواب، هاي هذا حسب الفاكتور. هاي طيب، طبعا تلاقين هون انا حسبته على القانون مش حسبته على الجدول عشان في فرق تقريب، بس المهم نفس الجواب بالنهاية. انت مش راح تدقق عليك الدكتورة. هاي طبعا انا الجداول اللي بدوس هي غير عن الجداول، هاي في فرق تقريب عادي مش مهم. المهم الفكرة هذا قانون الاف جيفن اي او البي جيفن اف. ترى انت بتقدر تشتق هذا، انت بتقدر تشتق هذا، بس يعني ما بدنا نفوت بالاشتقاق هذا. يعني انا كوني حافظ الاي، كوني حافظ البي جيفن اي، وانا بعرف شو العلاقه بين البي والاف اللي هي الاف جيفن بي او بي جيفن اف، تلاقي انه نفس القانون بس مشيول منه هذا الحد اللي هو 1 زائد اي قوة ان اللي هو الفاكتور. ايوه يعني انسوا مش مهم كثير. طيب هسه بدنا نحكي عن الفاكتور فاليوز فور انتابيوليتد اي اوفر ان. هسه هذا الموضوع صراحه لو انت معك بالامتحان القوانين او انه انت حافظ القوانين عشان تحل هذا الدرس كله ما بدنا اياه، لانه يعني مصفت يعني لعبه اولاد صغار. اما لو كان انت ما معك غير الجداول فهذا الدرس مهم جدا. يعني بيقول لي بحكي لك لو بدي اوجد الفاكتور بمكان مش موجود بالجدول، يعني لاحظوا هسه حكينا 8%، طب افرض كانت الفائده 8.3، طب انا ما عندي جدول ال 8.3، بقول لك كيف ممكن احل؟ فعندك ثلاث طرق. اول شيء من المعادلات، كيف يعني من المعادلات؟ بعوض الاي 8.3% مباشرة، أو بستعمل الإكسل، إحنا معنا إكسل بالامتحان زي ما أنا كاتب. والثالث إنك تعمل انتربوليشن. كيف عندي أعمل انتربوليشن؟ بقول لك أنا هسا 8.3 مثلا هي بين مين ومين؟ بين الثمانية، هاي جدول الثمانية، شوف شو الجدول اللي بعده، الجدول اللي بعده جدول التسعة. بطلع الفاكتور اللي بدي إياه من جدول هذا، وبطلع الفاكتور اللي بدي إياه من الجدول هذا، وبطلع هاي إيش؟ قيمة إكس اللي بدي إياها، وبعمل انتربوليشن. هاي ناقص هاي على هاي ناقص هاي تساوي هاي ناقص هاي على هاي ناقص هاي، اللي بعرف كل بعرف يعمل انتربوليشن. هسه ببين معنا بالمثال.
هاي الفكرة. لو أنا الآي مجهولة، طب لو الآن مجهولة، لو الآن مجهولة هسه بالمثال بتوضح معنا، بس بكل بساطة بطلع الفاكتور ومن الفاكتور بشوف شو عندي. يلا بقول determine the value of f given b 8.3 والسنوات 10. أول شيء بروح على الجداول، بروح على إيش النسبة 8.3، بروح على جدول التسعة، بروح على f given b، f given b هي والسنوات 10، بيطلع معي 2.367. هذا من أي سنة؟ من أي جدول؟ من جدول التسعة. بشوف من جدول 8.3 مجهول، بشوف من جدول الثمانية بتطلع معي 2.159. فكيف بعمل انتربوليشن؟ بحكي انه اكس ناقص 2.159 طرحت هاي من هاي تساوي على هاي ناقص هاي مثلا. انت حر بالانتربوليشن شو ما تاخذ نفس الاجابه بتطلع معي، تساوي كل واحده اللي قبالها الاكس شو قبالها 8.3، ال 2.1 شو قبالها 8، 2.36 شو قبالها 9، 2.15 قبالها شو 8. بطلع قيمة اكس على الآلة الحاسبة بتطلع معي مين؟ بتطلع معي القيمة هاي. لاحظ انه هاي القيمة هي بين القيمتين دائما، لانها انتربوليشن بين القيمتين، يعني دارس النيوميريكال بعرف يحلها. طيب فهاي هاي ايش؟ باستعمال الفورمولا، باستعمال المعادلة، وهاي باستعمال الاكسل، وهاي باستعمال الانتربوليشن. لاحظ انه الاكسل والمعادلة بيعطوك نفس الإجابة دائما لأنها هي الصح، ولكن الانتربوليشن بيعطيك جواب فرق تقريب. عشان هيك بالامتحان بفرق معك إذا ما تعطيك جداول أو معادلات. نرجع بنركز f given b 8.3%، لو استعملت المعادلة أريح لي. عشان هيك بالامتحان حاول قد ما تقدر قبل المت إنك الطالب يكون معك معادلات كشيت وليس جداول. طيب هذا الحكي إذا كانت الآي مجهولة. طيب بخصوص الان كيف؟ هسه بخصوص الان ما بينفع انه تكون الاي مجهوله والان مجهوله، هون مستحيل. اما اما اي او ان اور، ها بقدر شو بقول اور اي، اذا اي وان مش من الجداول، يعني كانت السنوات 10 ونص مثلا او الاي 8.3، انا هون ما راح اقدر استعمل الجداول، ممنوع استعمل الجداول لانه ما في طريقه نوصلهم لا بانتربوليشن ولا غيره. اما لو واحده منهم مجهوله اوكي. بس بخصوص الان اتوقع موجود بمثال تحت، مش موجودة تحت. هيو unknown اذا الان مجهولة. هسه هناك ما كانش الان مجهولة، هناك اضطريت اعمل انتربوليشن. هسه احنا نحكي اذا الان والاي مش مجهولات بس بعد الدرس. صح. طيب بدنا نحكي عن الارثمتيك جريدنت. الارثمتيك جريدنت، هسه في عندي نوعين للجريدنت. كلمة جريدنت يعني زيادة بنسبة معينة او نسبة ثابتة. هسه الارثمتيك جريدنت اذا بتلاحظ هون بقول لك انه انت عندك هذا كشف بوديجرام، عندك هاي قيمه جي يعني 10 مثلا، القيمه اللي بعدها 2 جي يعني 20، القيمه اللي بعدها 3 جي يعني 30 والى اخره. لاحظ انه هون بزيد انا بقيمه ثابته، يعني انا بزيد اقساطي مثلا كل سنه، مثلا السنه الاولى بدفع 10، الثانيه 20، الثانيه 30، ممكن يكون متناقص. فهسه هذا الدرس اسمه ارثمتيك جريدنت، هسه ممكن يكون الزياده بنسبه معينه، فهي بتكون اسمها جيومتريك جريدنت. انا هاي ما راح اشرحها، احنا راح نشرح الارثمتيك جريدنت، وفي حال كانت مشروحه معكم خبروني عشان اشرح لكم اياها. طيب ارثمتيك جريدنت، الارثمتيك جريدنت بكل بساطه عشان احله لازم استعمل خطوتين. كيف يعني؟ هسه بكون عندي المساله زي هاي، نيجي نقسمها، او خلينا نشرح هاي المساله. هاي المساله عندي قال لي في عندي كاشف لو ديجرام كالتالي، معطيني هون الدفعة الأولى 400، الثانية 450، الثالثة 500، الرابعة 550، الخامسة 600. فبتلاحظ بالحالة هاي إنه الدفعات بتزيد بقيمة 50. طريقة الحل سهلة جدا، بمد خط من أول دفعة. فهذا شو بعتبره؟ بعتبره أنوال. أيوه يعني بعتبر إنه السنة الأولى عندي دفعة 400، الثانية 400، الثالثة 400، الرابعة 400، الخامسة 500. شو بعمل؟ باخذها على جنب، هيها أخذتها على جنب. شو بعمل؟ بطلع البريزنت تبعها، بطلع لي برسنت تبع. كيف بطلعه؟ من القوانين شابتر 1، القوانين الفاكتور اللي هو بي جيفن اي، انا بدي بي والاي جيفن. هيو شو بضل عندي؟ 400 ناقص 400 صفر، 405 ناقص 400 بضل 50، 500 ناقص 400 بضل 100. فشو بطلع عندي؟ بطلع معي الشكل هذا، بطلع معي الشكل هذا. هسه
هون انا بدي اوجد البي عند الصفر. طب هاي الدفعات كيف اتعامل معها؟ استعمل كل وحده وكانها فيوتشر؟ بقول لك بصير، بس افرض عندي 1000 دفعه، بقول لك لا، في انت عندك فاكتور مختص في هذا الاشي. كيف يعني؟ انا بدي بي ومع قيمه زياده معينه، هي خمسينات، فبالتالي في عندي فاكتور اسمه بي جيفن جي. بي جيفن جي، البي جيفن جي دائما البريزنت بيكون قبل بسنتين. طيب انا احفظها زي هيك، بقول لك لا، بدل ما تخربط حالك، دائما البريزنت تبع الانيوال بيكون عند البريزنت تبع الجريدنت، فلا تغلب حالك. يعني انت هون الانيوال عند سنه اولى، فكان هون البريزنت تبعها عند صفر، هون عند اثنين البريزنت تبعها عند صفر قبل بسنتين، اما الانيوال قبل بسنه، فعشان هيك لا، هم دائما عند بعض. طب ليش بتحكي الحكي بتقول شابتر 2 ما فيهوش غير عند صفر؟ بقول لك هذا الحكي عشان شابتر 3. طيب هسه قيمة الدفعات الأقساط الأنوال هاي اللي أنا افترضها متساوية، اللي هي متساوية، هاي بسموها بيس أمونت. بيس أمونت، طيب طريقة الحل، دائما عندك قانون عام، عندك قانون عام واللي هو إذا بدي البريزنت هذا بخصوص شابتر 2 فقط، بخصوص شابتر 2 فقط. إذا بي عندي صفر، في عندي أنا بي من الأنوال وفي عندي بي اللي جريدنت، دائما خذ القاعدة بي الأنوال دائما شابتر 2 هذا الحكي، يعني إنه أنا الدفعة الأولى عند سنة واحد شو بتكون؟ بتكون A given، ف B given A ال I تبعتي، وال N اللي هي عدد الدفعات، زائد ال B given G، بتكون عندي قيمة G في B given G، وال I وال N، وال N وال I دائما نفس عدد الدفعات، يعني إذا هاي خمسة هاي خمسة. بس هي كل الفكرة، هاي هي كل الفكرة. طبعا ممكن يكون زائد أو ناقص، متى بيكون زائد أو ناقص؟ حسب الدفعات إذا بتتزايد أو بتتناقص. فلاحظ هون لو بدي أطبق القانون اللي أنا حكيته، هيو الـ B للأنوال شو بتكون؟ الـ A تبعتي هيها في B given A الـ I والعدد الأسهم، هيو 1 2 3 4 5، والـ G هي G، وكان زائد أن الدفعات بتتزايد. طيب هون لاحظ، لاحظ أن القانون العام، مش القانون العام، هون أنا أوجدت البريزنت. طيب افرض انا حكى لي لا، حول السؤال كامل لانوال، يعني هون انا وجدت البرسنت عندي صفر. طيب افرض قال لي حوله كامل لانوال، بس في عندي طريقتين، اما الطريقه اللي بدنا نستعملها هسه او طريقه بديهيه. كيف يعني؟ بس احنا حكينا انه عندي هذا الكاشف فلو ديجرام بينقسم ل A زائد دفعات متساويه بتزيد قصدي، فهاي جي 2G 3G 4G، هيك حكينا. فبالتالي انا قلت لك حول لي السؤال كامل لانول، فالطريق فالانول الكلي اللي بدي اياه شو بيكون عندي؟ بحكي الانول هذا جاهز A، هاي A توتال، بتكون A تبعتي زائد عندي فاكتور، عندي فاكتور بحول لي G ل A، يعني بقول G في A given G I وان. طبعا الان نفس عدد الدفعات، والاي اللي نسبه الفائده، والجي اللي هي قيمه الجي. هيك انا بحصل على الانوال كامل، على الانوال كامل اللي هي بدايته نفس بدايته هون، يعني هاي زمن صفر هاي زمن واحد، هون الانوال تبعي ببلش. بس هي كل الفكره. طب شو الطريقه الثانيه؟ بقول لك الطريقه الثانيه، مش انا طلعت بي توتال هون، شو بتعمل؟ استعمل فاكتور A given B. بس فعندي طريقتين، اما بستعمل A given B او بطبق قانون البيس امونت زائد جي في A given G. جي في A given G، طبعا هاي المانيوال تبعي او الانترست ريت اللي عندي، هاي البي given G وهاي الـ A given G. هيو لاحظ انه انا ممكن احول arithmetic gradient، بقدر احول الـ equivalent A. هون اذا عندي نقصان بتصير بس ناقص، ما بفرق شيء، دائما ما بفرق شيء عندي. فخلينا نحل هون. كيف نعرف السؤال اذا عندي انا، اذا عندي جي او اي، كيف اميز يعني؟ The present worth of 400 in year 1 and، يعني the present worth and year 1، يعني هاي زمن صفر هاي زمن واحد، شو معطيني؟ 400. Increasing by 30 per year. Increasing يعني تتزايد، يعني اذا هاي زمن واحد 400 and زمن اثنين تتزايد بمقدار 30 لمدة لحد سنة 5، يعني هي 430
عند زمن 3 460، عند زمن 4 490، وعند زمن 5 520. فبالتالي بقول لي الاي 12%. شو بسوي هسه؟ بده شو البريزنت وورث؟ بده البريزنت وورث، فبالتالي بده البي. فبالتالي بستعمل القانون اللي انا حكيت عنه، دائما اول دفعه بخليها انوال، فبالتالي البريزنت تبعي البي من الانوال اللي هو 400 في بي اي في بي جيفن اي اي، والان لهذه الدفعات 1 2 3 4 5 زائد الجي تبعتي، لانه زائد انه الدفعات تتزايد، 30 في بي كيفن جي 12، والسنوات برضه 5. ولاحظ انه كونه هاي من سنه واحد معناته هاي رح تنزل لهون وهاي الجي رح تنزل لهون، بس هي زي ما حكيت طلع معي الجواب هي 400 في بي كيفن اي 5 سنين في جي في بي كيفن جي، طلع معي الجواب 1633. طبعا هاي معادلات البي كيفن جي والاي كيفن جي لو انت حبيت تاخذهم، لو انت حبيت تاخذهم. طيب ايه، خلينا نوقف الفيديو لهون ونخلي الفيديو اللي بعده ايه، او لا لا لا، قبل ما نوقف الفيديو خلينا نحكي لو السؤال طلب اني احول السؤال كامل لانوال، فشو بسوي؟ بحكي انا البيس اماونت تبعي 400 زائد الجي في اي جيفن جي، حكينا عنه من الانترست ريت هون. طبعا جدول 12%، هلا لو ما في جدول 12% يا بستعمل معادلات يا الانتربوليشن بس. وبعدين لو بدي ارجع كون جبت الانوال بقدر اجيب لي بريزنت، يعني كل الخطوات نفس الاشي. طيب ولا بحكي كم ضايل تشابتر 2؟ ما ضل اشي، خلاص خلينا نخلص. طيب بس ممكن يخطر ببالك سؤال، طيب انا طلعت بي جيفن جي واي جيفن جي والى اخره، طيب افرض بدي الفيوتشر. بقول لك سهل جدا، انا كوني وصلت لمرحله اني قدرت احوله كامل لاي اور قدرت اطلع البي، اذا بدي فيوتشر هون بستعمل فاكتور اف جيفن اي، وهون بستعمل فاكتور اف جيفن بي بس، والسنوات وهاي الاخره هي معروف كيف تنام الرقم. فماتي جدا سهله، بس ضل عليك تحل اسئله. احنا بس نخلص الشباتر الثلاث راح نحل اسئله عليهم لتتمكن من الافكار، لتقدر تتمكن من الافكار. طيب خلينا نحكي على الانون انترست ريت. لو كانت انا الاي مجهوله كيف ممكن احلها؟ ممكن احلها بطريقتين، اما من الجدول بشكل تقريبي او من المعادلات. خلينا احنا اول شيء نشوف المعادلات. A contractor purchased equipment for 60,000 which provide income 16,000 per year for 10 years. ركز، اشترى ب 60,000 يعني البي 60,000، ما حداش بيشتري بالمستقبل. income في عندها income 16,000 per year، يعني معطيني الاي 16,000 ومعطيني for 10 years، يعني الان 10. شو بيقول لي؟ بيقول لي the annual rate of return، بده الاي. لاحظ انه سماه ريت اوف ريتيرن لانه هو قاعد بحصل له انكم، فبده الاي. فبالتالي بنحل بطريقتين، اما بحكي على فرض انه انا بدي البي، فشو بحكي؟ البي بتساوي الاي في بي جيفن اي في اي في ان اللي هي 10 سنين. البي قديش؟ 60,000. الاي قديش؟ 16,000. طيب وهذا معيش قيمته، شو بعمل؟ بعتبره اكس مجهول، طلع قيمة x، بحكي 60,000 على 16 قديش بتطلع؟ خلينا نحسبها بس، 60,000 تقسيم 16,000 بتطلع معي 3.75. بس شو بسوي؟ بصير أروح أدور على الجدول على فاكتور b given a والسنوات 10 وبيعطيني 3.75. كيف يعني؟ خلينا بس نشيل هذا، نيجي لهون، نيجي نحكي احنا بس بندور على اي فاكتور على البي كيفن اي، يعني بس هذا الفاكتور، هذا هذا العمود، وعند سنه 10 قديش هاي؟ 5.6. لا معناته بعيد، احنا 3.75 بندور، بس لو طلعت لفوق بلاحظ انه قاعد البي كيفن اي بيزيد، معناته بدي انزل لتحت. احنا بندور على 10 سنين وبي كيفن اي يعطيني 3.75، لاحظ انه هون ال 10 سنين اعطتني 3.5، معناته هي فوق نسبه 20% اعطتني 4، معناها هي بين ال 20 وال 25، هي بين ال 20 وال 25. شو بسوي هون؟ بعمل انتربوليشن، بقول نسبة
نسبة 25%. أعطتني قديش البي كيفن إيه؟ 3.5 تقريبا. وال20% قديش أعطتني؟ 4.192. طيب ال اكس او الاي اللي عندي قديش هي؟ الفاكتور اللي طلعناه 3.75. بعمل انتربوليشن بطلع الاي. بس هي كل الفكره. ايوه طلع 3.75. او بستعمل القانون تبع البي جيفن اي بطلع النسبه. لاحظ النسبه 23. خلينا انا هون هي زي ما انا قلت عملت انتربوليشن فبتطلع تقريبا 23%. طيب لاحظ انه هون الفاكتور انا استعملته بي كيفن اي. طيب ممكن تسالني بصير استعمل اي كيفن بي؟ بقول لك كيف يعني؟ بحكي انه الاي بتساوي بي في اي كيفن بي اي هون اللي هي 10 سنين، اي 16000 والبي اللي هي 60000 وهذا مجهول. بس لما اروح على الجدول طبعا ما راح تطلع نفس القيمه، تطلع عكسها مقلوبه. 16000 تقسيم 60000 بتطلع معي قيمه اكس 0.2667. فبروح بدور على الجدول على A given B مش B given A. A given B هي 0.266. فلاحظ انه هاي 0.260، لا هون 0.23 وال 25% 0.28. فهي بيناتهم تطلع نفس النسبة، بتطلع نفس النسبة. طيب بنروح وين هسه؟ إذا كانت ال N عندي مجهولة بنفس الطريقة، إما المعادلات هيو اما المعادلات. طبعا دائما المعادلات اسهل. ليش؟ انه انت خلص موضوع قانون، هاي البي جيفن اي كفاكتور كقانون، الاي مجهول، الان معك، وهذا اصلا معك 3.75 بس. فسواء اي او ان يعني ما فيش داعي اشرح الان صح، بس بدي اشرحه عشان الجداول. يعني الكونتراكتور بارتشيز كوبمنت برضه 60000 واعطتني انكم 8000 واعطتني الاي هون، بحكي لي اوجد التايم ريكورد. فشو بحكي انا؟ شو بحكي؟ بحكي بكل بساطة بنفس الطريقة، بي بتساوي A في B given A، طلع معي 7.5. بس بروح على الجداول على نسبة 10% وبدور على فاكتور B given A بيعطيني 7.5. يعني 10% وين؟ هيو بدي B given A حسب أنا حلي هون، أنا حليت على إيش؟ B given A 7.5. وين ال 7.5 B given A؟ 7.5 تقريبا بين ال 14 وال 15. بعمل انتربوليشن بينهم بطلع 14 سنة، 14 ونص سنة، فهي أقرب لل 15. بس طبعا لو بدي بالعكس بطلع نفس الشيء. هيك بكون انتهى تشابتر 2. يعطيكم ألف عافية.